للأسف الشديد الرأس الأخضر طلعت رأسها أحمر مش أخضر، حمرت رأسها على المنتخب المصري بالبدلاء. بالبدلاء أربعة بس من اللي بيلعبوا في الملعب من الأساسيين، والباقيين كلهم بدلاء، لعيبة صغيرين في السن. السرعة، منتخب مصر أدى أداء في الشوط الأول نقول كان ليه هجمات خطيرة ولكنه مختلف عن الماتشين اللي فاتوا، ولكن دون أي جدوى، دون أي تهديف، دون أي أهداف. مش عارفين بعد الماتش، بعد الشوط الأول، في ظل تقدم غانا أصبحت مصر في المرتبة الثالثة بنقطتين بس، وغانا عندها 4 نقاط، والرأس الأخضر كده كده دايز عنده 6 نقاط. ما نشوف بعد نهاية الماتش إيه اللي هيحصل معانا، والحمد لله إنه هدف واحد ممكن يتعوض في الشوط الثاني. هنشوف هل المدرب اللي أنا بعتبره والو ليه رأي آخر، واللعيبة ليهم رأي آخر، ولا كده هنلم شطايتنا وعلى القاهرة بدري بدري هنركب مصر للطيران. نشوف، خليكم معنا. تأهل مصر للدور الثاني رغم كل الصعوبات، رغم كل التعادلات. احنا بصراحة يعني مش عارف اقول ايه، قدمنا مباراة في الشوط الثاني اكتر من رائعة، ولكن فريق الرأس الاخضر حمر راسه علينا، وصراحة يستحقوا التعادل. قدموا مباراة قوية، احنا لاعبين قدموا مباراة قوية، ولكن هذا الاداء ما ينفعش في الدور الجاي، هذا الاداء ما ينفعش في الادوار اللي جاية. احنا مش عارف هنعمل ايه، ربنا يستر علينا. ولولا تعادل غانا مع موزمبيق 2-2 ما كناش قدرنا ان احنا نضمن الصعود كتاني المجموعة ب3 تعادلات متتالية. ويعني صراحة عايشونا على أعصابنا. أصعب لحظة في المباراة هي احتساب الهدف الثاني بتاع مصطفى محمد، واللي هتشوفوه مع بعض دلوقتي كان صراحة من أصعب اللحظات اللي مرت علينا في المباراة، ولحظة صعبة جدا برضو مرت علينا، ولحظة تسجيل الرأس الأخضر اللي طلعت حمرة، الهدف الثاني على المنتخب المصري. نتمنى إن شاء الله بإذن الله هذه اللاعبين وهذا المدرب يفوقوا في الدور الجاي، لان بعد كده خلاص مهزوم، هتلم شطايتك وتركب مصر للطيران وارجع صافي ما فيهاش. فيعني ربنا وقف معانا والكرة وقفت معانا، وعشان خاطر الجماهير وعشان خاطر الناس اللي شجعتنا، عشان خاطر 120 مليون مصري، وعشان خاطر اللي شجعونا في الوطن العربي كامل، ربنا نصفنا في الدور الاول. لكن الدور الثاني موضوع تاني وحكاية تانية، ولازم أداء آخر، لازم نكون فريق فعلا متكامل. الدفاع عندنا شوربة خالص، الدفاع العيال بتعمل، العيال صغيرة وبتعمل بالدفاع، ايه ده؟ مفيش دفاع، شوارع في الدفاع عندنا. يعني بصراحة أداء كان على مستوى الدفاع سيء سيء جدا في هذه المباراة، على مستوى خط النص وعلى مستوى الهجوم كان أداء رائع. كل التحية لتريزيجيه، إمام عاشور، حتى مروان عطية، صراحة أدوا مباراة رائعة رائعة رائعة. مبروك التأهل للمنتخب المصري الغير مستحق من وجهة نظري، ولولا تعادل غانا ما كناش هنصعد. ونشوف إن شاء الله في المباراة اللي جاية نشوف حظنا هيوقعنا مع مين وهنلعب مع أي منتخب، وربنا يستر علينا في هذه البطولة. تحياتي ليكم وتحياتي لكل المغاربة وكل الجماهير اللي شجعتنا من قلبها النهاردة. قد ايه كنا بنتفرج في طنجة وحاسين ان احنا والله في مصر. تحياتنا ليكم ومبروك تاني مرة لتأهل المنتخب المصري للدور اللي جاي. في انتظار هنلعب مين، ربنا يستر.